بتقول الكلام ده لمين ارحمك؟ ما اقوله ليك ولاهلك واللي اتشدد لك كمان. انت بتعمل كده مع مين يا دي عبد الكريم؟ بس يا رجعت لابو اطلع بره. انا هفرج عليك الشارع على حديث كله. اطلع يا اطلع يا ايوه انا هفرج عليك الشارع كله. انزل يا بيتخانق في شارع عبد العزيز مع ظابط والناس ملمومين عليه وهيقطعوه. يا مراري خدني انت الله خليك. هي بنت اشكال في ايه يا بنت خالتك؟ يا ايدك يا ابن الاول اشجان اسعاف يا جدعان اسعاف يا جدعان اشجان رد عليا يا اشجان معلش يا اشجان يا اختي ان شاء الله حتمي بالسلامه زيزو انا عايزك تنزل الاستقبال تشوف دراعك ده لا يكون اتكسر ولا حاجه اشجان اتضربت بالنربه ده يا لبنى المفروض انا اكون مكانها دلوقتي بعد الشر عليك ما تنزل صحيح تبص على الدكتور ويشوفك مالك سيبوني في حالي بقى سلامتك سلامتك يا ضحايا شرشاب اعمل حاجه الوضع هيتعمل لنا ما تجننيش يا كريم ايه نعيه يروح معانا المستشفى عشان نطمن عليه يا بابا كويس ومش محتاج مستشفى الله ده ابن السكينه سرقان انا كل اللي عايزكم تعملوه تجيبوه الواد الكلب ده هنا وخلص عليه ده بالله يا عاصم نروح مستشفى الاول نطمن عليه ممكن تسيبوني كلكم وتطلعوا برا يا ابني يا ابني بس نروح نعمل شويه اشعات ونعرف ان مفيش نزيف ولا حاجه يا بابا انا كل اللي عايزكم تعملوه يا كاسم باشا هم عايزين يطمنوا على حضرتك وبعد كده اعمل اللي انت عايز تعمله يلا يا ابني هنا يلا يا اخويا انزل استناني تحت حاضر يا معلم لما تاخد حاضر يا معلم حاضر يا معلم عشان خاطر امك حبيبتك والنبي تروح المستشفى يا عم النبي يا شابي عايز اخد شايف نشوفيه الدماغ يا امديل بطل دوشه بقى واسمعني قول اهم حاجه ناخد الواد نوديه المستشفى ممكن الواد يطلع عنده كسر يطلع عنده نزيف داخلي اللهم اعملوا له محضر في المستشفى هنقول ايه مالكش دعوه ليه حل حل ايه بس الله احنا هنحل ايه ولا ايه الواد زيزو معاه الطبنجه بتاعتي قربته الرصاصه في جسمه هتحل ايه ولا ايه هيعمل لنا محضر ويبهدلنا يا سيدي واحده واحده الاول المستشفى وبعد كده هنتصرف في الباقي خلاص يلا طب اقنعه بس الاول ننزل معاه حاضر تعال يا ابني استهدى بالله واسمعني تروح المستشفى يا عاصم ما انا قلت لا بقى ما تسيبوني بقى يا ما في ايه اهدى بالله اهدى يا عاصم اهدى بقول لك ايه انا مش هينفع اروح المستشفى دي خالص لازم اروح مستشفى تبع الشرطه عشان يحصل تقرير حكومي ما هو ده اللي مش عايزينه يحصل عارف ليه مش عايز اعرف يابا الواد ده يجي هنا ما انا قلت لك الله يا ابني اهبط شويه بقى ما يهمكش دلوقتي ايه اللي حصل وتجيب مين والواد الكلب ودوشه الدماغ دي الواد ده الداخليه كلها هتتقلب عليه وهيجي من تحت قطير ارض يا ابني هتقول لهم ايه في الداخليه ضربت واحده بمسدس مش مرخص عشان توديني في داهيه وتضيع مستقبلك عشان كده عايز اوديك مستشفى خصوصي بتاعت واحد صاحبي بدل ما نخش في محاضر واللازم منه ولما اروح بقى برابطه مكسوره ايه اللي هيحصل يا سلام عملت حادثه بالعربيه عربيه خبطتك ومعرفتش تاخد نمرتها ايوه يا عاصم ايوه يا حبيبي وبعدين الواد ده مش هيروح له قريبته اتضربت بالنار دي مش هيروح يعمل
في مستشفى حكومي محضر هو كمان. واد ايه بقى بقى واد ايه الواد ده هتجيبه بعدين خلاص يا ابني. استهدى بالله واسمعني، تروح المستشفى عشان خاطر امك. يا ابني اسمع اللي بقولك عليه، افهمني. ضربت واحده بالنار بمسدس مش مرخ، شارع عبد العزيز كله اتفرج عليه. البوليس بح بتصعبوا علينا ليه؟ اهدى بالله يا شرشابي، كل حاجه ليها حل. حل ايه بس وبتاع ايه؟ طوي هي حصلت عمليات كمان؟ اقول لاهلها ايه؟ وطي صوتك يما. طب لو خدوا خبر مش هيسكتوا، دي بتاخد بدالك يا زيزو. يا لهوي يا ابني، استر يا رب، استر يا رب. ودي كمان اداره المستشفى اللي تقولها؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عبد العزيز عبد الرحيم. ايوه بيه. انت اللي دخلت الحاله دي المستشفى؟ ايوه بيه. متهيألي كده اطمنت على حالك، ممكن تيجي معانا من المعمل. طيب التقرير الطبي وصل؟ بلغونا انه بينكتب ونازل حالا. اتفضل. ماشي ماشي. انا هنزل مع زيزو تحت يا عم. معلش يا حاج، هدي نفسك ان شاء الله خير. لبنى عايزينك تحت عشان ياخدوا اقوالك. هو زيزو خلص؟ اه، خدوا اقواله هو وسناء، ولما اسمك جه طلبوك عشان يضموا اقوالك للمعمل. طيب ماشي، انا مضطر انزل بقى. مش هينفع ارجع عشان تأخرت. طيب مع السلامة. ايه يا عاملة ايه دلوقتي؟ زي ما هي يا ابني. استر يا رب، استر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش برضو أوضة بنت عمة زيزو؟ ايوه يا اخو. هي فقت ولا لسه؟ لسه يا اخو. كانش ليها لزوم الهدية دي. لا ما تقوليش كده، ده أقل واجب الواحد يعمله. أمال فين زيزو؟ بياخدوا أقواله تحت. طب ما تيجي توصلني بيه. اتفضل. اتفضل يا جماعة سامحك إذنك. فلوس دي بتاعت إيه دي؟ ما تقوليش بس كده، عيب. ده أقل حاجة يعني، ده زيزو ده زي ابني بالظبط. السلام عليكم. اهلا بسيد المعلم. ابن حلال، لسه كنت نازل لك. بقول لك ايه، عايزين نركن في اي حته كده نتكلم كلمتين مع بعض. وانا مش هتحرك من هنا غير لما البيت تفوق. يا عم ربنا فوقنا كلنا. عايزك في كلمتين وهمشيك بسرعه. يلا بس تعال. ماشي، تعال نشوف اخرتها. خليك انت جنبهم يا وليد. ماشي. بس عارف، طلعت دكر وعصبك ناشف وطحنته اخر طحن. جات اكتر مريحات يا انديل. هنديل؟ ايه هنديل دي؟ بلعب معاك في الحارة؟ اسمع عم هنديل، ده انا قد ابوك يا ابني. ابويا كان راجل شريف واكلها بشقاه، لكن انت وصاحبك بقى. ماشي ماشي، هستحملك للاخر. كمل. قصدك ان مكسور العين ما قداموش غير طولة البال. مين اللي مكسور العين؟ انت فاكرني جاي اترجاك ولا ايه؟ اه جاي تترجاني. محضر الكتب خلاص وقلت في كل حاجة. شايف ده؟ هسلمه للنيابة، عليه بصمات المحروس وابوه. خلينا بقى ماشيين في المشوار لحد اخره، لحد ما الباشا بعون الله يترفد. طب واللي يجيب لك حقك من غير قضايا ولا محاضر يا عم زيزو تعمل ايه؟ اللي يجيب حقي وحق بنت عمتي المحكمة يا قنديل. روح بقى قول لصاحبك ان خلاص بطلت اطاطي والم المتكسر، ومن هنا ورايح ههم براسي لفوق، لفوق قوي غصب عنك وعنه وعن الدنيا دي كلها. يا ابن الناس علم ما ودي، واللي عازم انت عمتك هيجي لها لغايه عندها. ما انا قلت لك والغلبانه دمها بينزل على الاسفلت. ليه 10,000 جنيه بقيت حساب شغلي ولسه. شغلك اللي كنت ناوي تخربه بايدك ورحت بلغت عننا. اهو انت كده بقى ناوي تسوق الهبل على الشيطان. انت اللي سايق الشيطان على الصياعه يا عزيزو. رحت المخزن وخربته، لميت العده والكارتات، ورحت بلغت عنا انا وشرشابي عشان تبين لنا ان انت اقوى مننا. مش دي اخلاقي يا قنديل، بس اللي زيك دي ما هو ما تجيبش احسن من كده. محدش في الشارع كله يعرف حكايه الكارتات والغسالات الا انت. يا ابني ما تلوعنيش بقى. انا ما بلوعكش. انا وانت والشرشابي وعطيه وشافعي وجعور وكل رجالتكم عارفين. في الاول قلت لي ما انتش عايز شرشابي يعرف وطلع شريكك. ماشي، ده مش موضوعنا. انت قلت خلاص الواد قرب يخلص المصلحة، نفرمه كارت ونحرقه على الترابيزة زي أبوه، لكن ورحمة أبويا ما هيحصل وهتشوف.
حقي هاخده، 10,000 جنيه وال15 بتوع ابويا. لا دي بقى مش فاهمه، ايه ال 15,000 بقى بتوع ابوك دول؟ البضاعه اللي اتسرقت ووصل الامانه وبكر وشبره، اهي دي بقى قضيه تانية ومضمونه وعندي الدليل، بس اوانها لسه ما جاش. لكن موت ابويا بحصرته ودم بنت عمتي ليهم حساب تاني يا قنديل. يا ابني انت ماشي في سكه في ناس قبلك جربوها، سكه اللي يروح ما يرجعش. وماله، خلينا نجرب سكه اللي ما يرجعش على ايدك يا قنديل. ده فييس يا قوي ذاك القرف. بتقفل لي كوتشين يا زيزو؟ ماشي ماشي قوي، وحياة امي للبخك.